بسم الله الرحمن الرحيم. مدارس الجامعة الأهلية، معكم الأستاذ عمر عبد الرحيم علي، معلم الرياضيات الصف الأول. حنواصل إن شاء الله في اللي هو القطاعات الدائرية. الدرس السابق اللي هو التمثيل بالقطاعات الدائرية، الحصة الماضية تكلمنا عن القطاعات الدائرية، وكان اللي هو الحديث عن النسب، الحديث كان عن النسب المئوية. أما الآن نحن ما حناخذ نسب مئوية زي ما اللي هو في الحصة الماضية، هيكون العدد مثلا يختلف، يعني مجموع الأعداد كلها ما حتكون الأعداد ما حتكون نسبة مئوية، حتكون أعداد ويكون مجموعة مختلف، وحنجيب بنفس النسبة اللي هو اللي درسناها في القطاعات الدائرية اللي هو الجزء على الكل، فبجيب النسبة شنو؟ النسبة المئوية. فهذا مفهوم الدرس. المرة الماضية كنا طوالي بنقولكم بنقول اللي هو النسبة عالمية، لكن هنا لا، يختلف الوضع اللي هو. نبدأ مع بعض إن شاء الله ونشوف الجزء الثاني من الدرس اللي هو التمثيل بالقطاعات الدائرية. يلا يا أبنائي نبدأ الدرس مع بعض. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. أهو بدينا، قال من كل مجموعة بيانات مما يأتي على شكل شنو؟ مثل اللي هو كل مجموعة بيانات مما يأتي على شكل قطاعات دائرية. طيب شوف هذه، طيب نلاحظ يا جماعة اللي هو هذه مجموعة من الحيوانات مهددة بالانقراض. شوف يا جماعة، هل موجودة نسب مئوية زي ما كان مثلا 68؟ الآن ما في 68%، لاحظ الوضع. طيور 77 فقط يعني، وهنا 4 زواحف 14 و11، يعني ما موجود نسبة مئوية، موجودة عبارة عن أعداد. يعني الفرق بين الدرس الماضي اللي هو الدرس الحصة الماضية والحصة هذه اللي هو هنا ما في نسب مئوية، لا توجد نسب مئوية. عايزين نعرف كيف نتعامل مع هذا المثال. طيب شوف هنا عندنا أول حاجة، دي الخطوة الأولى. شوف الخطوة الأولى اللي هو مجموع الأنواع، يعني أنا أهم شيء المجموع. زي ما قلت لكم أنا هناك في الحصة الماضية قلنا نحن لازم نتأكد من إنه مجموع اللي هو المجموع كان 100%، تمام؟ لكن الآن هنا أنا بجمع، لكن ما يجيني 100، يجيني ليه؟ لأنه ما في نسبة مئوية، يجيني مجموع 150 160 170 أي رقم من الأرقام. بعد أنا بتعامل معه عادي وحول إلى نسبة مئوية. شوف نحن هنا أول حاجة نأخذ، شوف أهو الجزء كان كم؟ الثدييات، تمام؟ الجزء كان الثدييات اللي هي كم؟ 68. الكل كان مين؟ كان الطيور، تمام؟ أما 360 هذه ثابتة، لأن هذه مجموع زوايا الدائرة، لازم تكون كم؟ 360 درجة، تمام؟ يعني هنا 68 ليست على 100، على العدد الكلي. ليه؟ أول كان لأنه العدد الكلي 100، لكن الآن العدد الكلي كم؟ 170. بشوية بتكون فوق اللي هو ضرب وقسم الاثنين مع بعض، بس نحن نضرب وبعدين نقوم نقسم. يعني أول حاجة نضرب ونقسم حسب وضع المسألة، حسب وضع المسألة. طيب نشوف اللي هو نتيجة الضرب بعد الضرب والقسم والتخلص من الأصفار اللي هو قيمة الزاوية. شوف لاحظ يا جماعة هنا، شوف قيمة الزاوية هي كم يا أبنائي؟ 144 درجة، تمام؟ طيب نحن لو رجعنا شوية عايزين نفهم ليه الزاوية دي أقل من كم؟ أقل من اللي هو كم؟ 180. لاحظ لو جينا أخذنا هنا، شوف 170 لو جينا أخذنا نصها اللي هي بنلقاه كم؟ بنلقاه اللي هو 85، اللي هي لو جينا أخذ سوري ال 170 لو جينا أخذنا نصها بنلقاه كم؟ اللي هو 85، صح؟ وهنا دي كم؟ ودي اللي هي كم؟ 68. إذا هي أقل زاوية منفردة اللي هي عندنا ما لها قيمتها كم؟ 144. يعني أنا الكلام ده اللي أنا قلته يا أبنائي، لأنه أنا عشان أتأكد من الضرب ده صحيح ولا خطأ. يعني أنا مسألتي ممكن أفهمها، هل الضرب ده والقسمة دي صحيحة أم خاطئة؟ من المسألة قدامي، من الشيء الموجود قدامي، هل ال 68 هي نص ال 170؟ لا، أقل منها، صح؟ ده تفكيري يا أبنائي، معلش أنا ما أشغلكم بالتفكير، لكن أنا
عشان انت تكون عندكم خيال لحل المساله على طول. يعني 68 تقسيم 170 ضرب 180 360 على طول، اللي هو ضرب وقسمه الناتج كم؟ 144 درجه. ثاني اوضح كلامي اللي قلته ده ثاني، ال 170 نصها كم؟ نصها 85 صح؟ يعني اذا لو كان 85 كان قلنا الزاويه 180 صح؟ لكن دي اقل من كم؟ اقل من اللي هو كم 100، اقل من اللي هو كم 180 اللي هي 144 درجه. طيب انا لو قمت لاحظت من الكلام بتاعي دي، لو قلت 77 برضه نفس الطريقه صح؟ هتكون اقل من 180 صح؟ لاحظ الوضع. شوف انا هابدا اللي هو هعمل شنو؟ اهم شيء الفكره بتاعتي 77 جزء الكل كم؟ 360. هذا سوري الكل سوري 170 اللي هي 77 تقسيم اللي هي كم؟ 170 تمام؟ شوف من الوضع بتاعنا اللي هو هذه ضرب 360، قلنا 360 دي يعني ثابته ما تتغير ابدا يعني. بعد ده اللي هو شوف لاحظ الناتج، شوف اللي هو كان 163. ليه 163؟ لانه اكبر ال 77 اكبر من ال 68. شوف لاحظ الكلام هنا كيف؟ بما نحن ده كله ليه؟ عشان يكون عندنا احساس باننا نكون مطمئنين في كل خطوه نحلها انه نحن ماشيين صح. تمام؟ باقي لنا ال 14، ال 14 دي اقل من الربع لو لاحظنا نحن. تمام؟ نحن ما نشغل نفسنا، لكن نقول 14 تقسيم كم؟ تقسيم اللي هو كم؟ 170. يعني شوف نحن نقول 14 تقسيم 170 ضرب 180 نفس الطريقة برضه كنا في تغريب اللي هو بيكون عندنا الناتج كم؟ 30 درجة. ليه يا جماعة 30 درجة؟ لو جينا لاحظنا هنا، لو جينا لاحظنا أقل الربع بتاع ال 160 بتاع ال 170 اللي هو كم؟ نحن لو لاحظنا اللي هو ال 14 أقل منه بالنسبة لنا. تمام؟ فعشان كده نحن بنقول اللي هو عندنا كم 14 تقسيم كم 170 ضرب كم 360 اللي هي كم 30 شنو درجه. تمام؟ يعني اقل من شنو من الربع. طيب لو جينا اخذنا هنا شوف البعديه اللي هي 11 تقسيم 170 ضرب 360 اللي هي بيكون عندنا الناتج بالنسبه لنا اللي هو كم 23. طيب نحن هنا بالنسبه لنا ده الجزء الان نحن جبنا الدرجات، بعد ده هناخذ هنبين في اللي هو القطاعات الدائريه، يعني نمثلها. شوف الرسم مع بعض اللي هو اول حاجه الثدييات اللي هو عباره عن كم 144 درجه. لاحظ شوف الرسمه اللي هو هذه الثدييات اللي هي بالنسبه لنا، شوف الرسمه بتاعتنا لاحظ اللي هو على الدائره اللي هي 144 درجه. لازم نضع المنقل الوضع الصحيح يا ابنائي، لازم هذا اهم شيء في الدرس. تمام؟ بعد اشوف الوضع الثاني اللي هو نوصل اللي هي عباره عن الثدييات خلصت. شوف بعد وضع اللمبه شوف المنقله ثاني وضعناها، شوف الوضع الصحيح بالنسبه للمنقله اللي هي كم 163. شوف شوف هنا شوف الرسمه بتاعتنا اللي هي بالنسبه لنا ده وصلنا. شوف وصل اللي هي بالنسبه لنا كده خلصنا الطيور، باقي لنا الزواحف والبرمائيات اللي هو ان نشوف وضع الرسمه اهم، وضع المنقله اهم شيء يا ابنائي. وضع المنقله شوف عندنا هنا شوف صفر عدى اللي هو عندنا كم؟ عندنا 30 درجة. شوف شوف 30 درجة بالنسبة لنا اللي هو هذه الصورة شوية كده اللي هو نوصل وصلنا بالنسبة لنا اللي هذه 30 درجة. بعد ده بحدد اللي هو الحيوانات و أخذنا اللي هو شنو الثدييات اللي هي كم؟ شوف كتبها بالنسبة المئوية اللي هي لان احنا عايزين اللي هو نكتبه بشنو؟ نكتبه ب نكتبه بالدرجات يا ابنائي، معلش فقط بسيط هنا، لكن عايزين نكتبه بالدرجات. هذه 144 اول شيء هنا، لو جينا اخذنا شفنا هنا اللي هو هنا دي اللي هي 144 معلش فقط بسيط، وهنا دي الطيور اللي هي كم 163 اللي هي هو حولها لنسب مئويه، يعني احنا ما نحتاج الكلام الزي ده وما نشغل بالنا بالكلام الزي ده، هذه 144 بس يا ابنائي. ما نشغل هو بعد جاب 144 قال حولها لنسبة مئوية، لا لا لا، بس نحن نكتب 144 اللي هو درجة ثدييات، ولأنه نحن الغرض إنه نحول إلى مش نحول إلى نسبة مئوية، الغرض إنه نحول إلى اللي هو درجات. تمام؟ معلش تخطى بسيط، نشوف الحاصل في الدرس بتاعنا، نشوف الرسمة بتاعتنا، شوف رسمتنا بالنسبة لنا معلش بسيط كده كده بالنسبة لنا دي رسمة. ده اللي هو الجزء الثاني تمثيل القطاعات. شوف
شوف لاحظ عايزين نقارن بين الاعداد والنسب المئويه، يعني الجدول بيكون فيه اعداد بدون نسب مئويه. شوف شوف الوضع بتاعنا الاثنين، شوف السؤال هنا قال لك ما الفرق بين الجدولين. شوف طيب انت كده جاوب على السؤال ده، ما هو الفرق بين يا ابني؟ شوف شوف يا ابن الطالب، ها شوف الاثنين ده عباره عن ايوه عباره عن نسبه مئويه وده عباره عن اعداد. شوف الاثنين مع بعض مجموعه 100% دي النسبه المئويه، ما في كلام هنا اللي هي دي. شوف 170 ده نفس الكلام اللي هو حليناه في الحصه ده، في الحصه الماضيه الاولى، وده في الحصه الثانيه اللي هو المثال السابق ال 170 درجه اللي هي الحيوانات المنقرضه المهدده بالانقراض. طيب هذه النسب المئويه وهذه البيانات اعداد. ده الفرق بين شنو؟ بين الجدولين. ده الدرس اللي هو ده الجزء المهم، لازم انا اميز بيناتهم الاثنين. طيب نجي شويه كده نتكلم عن تحقق من فهمك. شوف الجزء الخاص بالاعداد، البيانات الاعداد، نحن النسب المئويه خلصناها. شوف الحصه الاولى، شوف هنا تحقق من فهمك. شوف هذه دي اللي هو عباره عن مسابقات، يبين الجدول المجاور عدد الميداليات التي احرزتها الدول العربيه منذ عام 1928 حتى عام اللي هو 2008 في الاولمبياد، اللي هو مثل هذه البيانات بالقطاعات الدائريه. طبعا انت خلاص بعد ذلك الحمد لله بقيت طالب مؤهل بانك كيف تحول. طيب ما هي الخطوه الاولى؟ الخطوه الاولى لو سالنا سؤال ما هي الخطوه الاولى؟ الواحد فكر. ايوه 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 لازم اجمع اللي هو العدد الكلي، لازم اجيب العدد الكلي، دي اول خطوه. يعني الخطوه الاولى انا اجيب العدد الكلي لهذه الميداليات كلها مع بعض، اجمع يعني اجمع اول شيء. تمام؟ طيب نشوف هنا لاحظ اللي هو العدد واحد ثمانه، جمعنا اللي هو واحد وثمانه. طيب ماذا نفعل بعد هذا؟ يلا الخطوه الاولى، ايوه ايوه يا سلام يا سلام يا سلام. ايوه ليه؟ 82 تقسيم واحد، سوري 22 تقسيم اللي هو 2. اذا كنت عايز اجيب الدرجات في الدائره للذهبيه، الميداليه الذهبيه اللي هي 22 تقسيم، ممتاز، تقسيم 81 ضرب بكم؟ ضرب 360. ممتاز يا ابني، ممتاز ممتاز ممتاز، اللي هو هذه الطريقه هذه. طيب بعد ما عايزين نرجع كثير لان تكلمنا كثير، شوف بعد اضرب عادي اللي هو ضرب و اسمه مطوله واقرب بالتقريب، الاقل من خمسه ما اخذ فيه وما اعطيه اعتبار، اكبر من خمسه ازود واحد على طول. يعني هنا اهو هنا كم؟ 98 درجه. يعني هذه شوف اللي هي اكبر من الربع بشويه، والربع كم؟ 90 درجه. يعني دائما قلت لكم اكون لماحين في الحل عشان انا اتاكد من انه انا حليته صحيح. يعني انا الان يعني لو قلت 20 وكم؟ 81، 20 و80 يعني عبارة عن كم؟ عبارة عن اللي هو كم؟ الربع. تمام؟ يعني هنا دي اللي هو 22 22 81 معناتها حتكون عندنا أكثر من كم؟ أكثر من اللي هو كم؟ 90. تمام؟ إذا حتكون اللي هو أكثر من 90 لأنه الربع ربع الدائرة كله اللي هو كم؟ 90 درجة. شوف شوف الفهم بتاع الحل يا جماعة. إذا يلا لو جينا سألنا سؤال عن الفضية دي بنلقاها قريبة من كم؟ قريبة جدا من الكم من الفضية، مش كده؟ لو جينا لاحظنا، ولو جينا لاحظنا البرونزية بلقاها يمكن تقريبا أكبر اللي هي قدر الفضية تقريبا مرتين يعني أو أقل شوية من مرتين. شوف شوف يعني أنا أتكلم من وين؟ من الأعداد القدامية، الأعداد يعني أنا عشان أتأكد حلي ده صحيح، أتأكد الحل صحيح. يعني ما نتهجس من شنو؟ من الضرب يا جماعة، نكون براحة واحدة واحدة نضرب ضرب عادي 22 ضرب اللي هو 36، بعد ما ضربت خلصت أحط الصفر بعد في الناتج، بعد أقسم قسمة مطولة اللي هي على 81 الناتج، يجينا الناتج كم؟ 98 وكذا من 10 وكذا من 1000 وكذا من 100، وأقرب اللي هو العدد تكون عندنا كم؟ 98 درجة. ما نتهجس يا جماعة، ما نتهجس. شوف أكون لماح للحل، أكون لماح. لو قلت لي 80 مثلا، شوف قلت 80 يعني 80 معناتها ال 22 تقريبا اكثر من الربع شويه. شوف قلنا 98 ربع الزاويه اللي هي ربع 360 اللي هي كم؟ اللي هي 90 درجه. تمام؟ يلا شوف ال 21 اللي هي الفضيه اللي هو حقول كم؟ حقول كيف؟ يلا ها ايوه 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 كلام صحيح اللي هو 21 تقسيم 1
80 ضرب كم؟ ضرب 360 درجة. تمام. اللي هو يكون عندنا نلاحظ شوف الناتج بتاعنا على طول كم؟ 93، يعني أكثر من الربع شوية. لاحظ يا جماعة عندنا الحل بتاعنا. أجي لآخر حاجة اللي هو البرونزية اللي هي كم تقريبا؟ اللي هي ربع أو أقل من ربع شوية. شوف لاحظ الحل بتاعنا بنقوم ناخذ كم؟ 40 على كم؟ على 81. شوف ضرب 360، شوف اللي هو بيكون عندنا كم؟ اللي هو دي كم؟ 40 سوري أكبر من النص، اللي هي أكبر أقل من النص شوية، اللي هو عندنا أقل من النص، اللي هي النص 180 أقل منه باثنين. بنلاحظ ليه؟ لأنه عندنا دي كم؟ إذا أنا من الكلام ده عندي اللي هو مجموع الزوايا دي عشان أتأكد هل هو صحيح، أقوم أتأكد من الجمع بتاع الزوايا دي اللي هو بلقاه كم؟ 360. تمام؟ يلا بعد ده أقوم أمثل اللي هو بالتمثيل باللي هو شنو بالقطاعات الدائرية. أهو أول شيء بقوم بمثل اللي هو أول حاجة عندنا اللي هو الذهبية، شوف اللي هي كم؟ 98 على طول، لأنه درسنا وعرفنا والحمد لله يقينا إن شاء الله كيف نستخدم المنقلة اللي هو والبعدي واللي هو على طول. هذه قلنا نحن ما ناخذها كنسب، نكتبها بس 98، يعني ما اكتب 27، ما ضروري بس 27 نكتبها دي، اكتب 98 بس. طيب هنا عندنا اللي هو كم؟ اللي هو 93 اللي هي ده بالنسبه للفضيه اللون الاصفر. عندنا اللي هو نجي لاخر شيء اللي هي عندنا اللي هو مين؟ البرونزيه اللي هو 40 اللي هو بتمثل لنا 178 اللي هو ده بالنسبه لي اللي هو حقق من فهمك. نجي ليتأكد سؤال سريع كده في تأكد اللي هو برضو ماذا أفعل أول شيء؟ يعني عندنا عايزين مثل كل مجموعة بيانات مما يأتي على شكل قطاعات دائرية. أول حاجة ماذا أفعل؟ أجمع أيوة عدد الطلاب كلهم، أجمع عدد الطلاب كلهم حسب كل واحد ورياضته. أجمعنا الجمع بتاعنا اللي هو الناتج كم؟ 130. بعد ده الخطوة الأولى كم؟ 54 على 130. ليه 54؟ لأنه كرة القدم. وليه 130؟ لأنه مجموع كلهم. قلنا الجزء على الكل. قلنا 360 من بدينا القطاعات الدائرية على طول 360 نضرب اللي هي مجموع الزوايا الدائرة كلها كاملة اللي هي 360 درجة. طيب هنا نجي ناخذ اللي هي 150 درجة اللي هي ده كرة القدم، آخذ 27 اللي هو 37 سوري هنا مكتوبة 27 اللي هي 37 تقسيم 130 هي 27 اللي هي بتساوي لنا كم؟ 102 درجة. تمام؟ هنا نجي ناخذ اللي هو 15 اللي هو ده بالنسبة لتنس الطاولة، 15 تقسيم 130 اللي هو ضرب 360 اللي هي برضه يجينا الناتج بالنسبة لنا. أجي آخر حاجة عندنا مين؟ السباحة اللي هو 24 تقسيم 130 اللي هي كم؟ 360 درجة. بعد ده يجي الناتج بتاعنا اللي هو 66 درجة. بعد ده أروح الغطاء الدائري، أمشي أرسم الدائرة بتاعتي واللي هو بعد رسم الدائرة طبعا لاحظ يا جماعة لو جمعنا الزوايا تقريبا يعني بالتقريب بتكون عندنا كم اللي هي كم؟ لا مظبوطة هذه 360 مظبوطة، بعد مرات بتكون 359 ونص 300 يعني بتتقرب يعني اللي هي 360 درجة. فبنقوم نرسم الرسم بتاعنا بهذه الصورة، نرسم الدائرة. بعد رسمنا الدائرة ما هي الزاوية الأولى؟ أول زاوية بنرسمها كم؟ أيوة 150 درجة اللي هي كرة القدم. تمام؟ اللي هي عندنا كم؟ 150 درجة نقول عليها اللي هي كم؟ كرة القدم. تمام؟ ما نهتم بالنسبة قلنا نحن. طيب بعديها بنجي ناخذ كم اللي هو عندنا اللي هو 37 اللي هي كم؟ طبعا 37 اللي هو كم؟ 102 درجة. تمام يلا اللي هو كرة الطائرة اجي لتنس الطاولة. تنس الطاولة اللي هي عندنا كان بيمثل لنا كان اللي هو 42 اللي هي بتمثل لنا نسبة معوية 13%. قلنا احنا ما ضروري النسبة المعوية لكن لانه درسناها وعارفينها عشان كده بيكتبوها بنكتبها على طول. طيب اللي عندنا اخر شيء اللي هو عندنا كان اللي هو 66 درجة اللي هي 20% السباحة. ونسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد. السلام عليكم ورحمة الله.